طب ما تكون مفكر حالك مخرج عن جد. عم بحاول. كيف الكاد؟ كثير منيح. صعب الكاد. اوكي اوكي، نحن رح نعرفكم على رفيقي علاء. اوكي، وزميلتي وسيدي نضال الاحمدية. يس، ذيس از نضال الاحمدية اند ذيس از علاء مرعي. هيز فروم تريبولي. نحن ما بدنا شيء هدية. بس تعبانة. اوكي، هلا ما نكون كتير كتير تعبانين شو بنعمل؟ لا بنطلع على تويتر وبنعلق مع العالم؟ لا بنطلع على الفيسبوك وبنرد على رسائل بلا ذوق؟ شو بنعمل؟ بنعمل يوغا. كيف اليوغا؟ كيف؟ بتعملي ما بعرف. اوكي، اول شيء بنقعد هيك، مش مهم بس نعمل اجرينا بس هيك، هلا فينا نعمل الاجر هيك، فينا وفينا نقعد هيك. اوكي، بس اهم شيء رح فرجيك هيدا الظهر، ظهر هون يكون هون لجوا. اوكي، اصلا لتقدر تجلس ظهرك هي العمليه الاصعب. لتكون جلسة يعني بتحس هاي المنطقه اللي هون يا هاي هيك يا شوي صح بس حقا هلا يس. وكمان الجينز غلط، بس انه مرة تانية نلبس غير الجينز. ليك عشو مرتاح. صح، عن جد. ردي؟ ردي. اول شيء اول لحظة بنعمل هيك نحفظهم هون، انا حافظتهم رغم اني عم بحكي بس ما عم طلع النفس اللي اخذته على تمي وبعدني حافظته جوا لاني مرني كتير. نرجع ننفس، ناخذ نفس مرة ثانية، نطول كمية أكسجين كتيرة. قد فيك تتحمر؟ شوي. فيك قد تتحمر؟ ما بعرف، خارج أجين، رح طلع فيك. بس أوكي. انت عم تلقط هيك. اوكي، ليش هيك؟ اوكي، لانك انت قاعد حدي. قد كان عندي باد انرجي. هي بنعملها هيك، الناس بيعملوا هيك الميديتيتورز الاصليين. هلا الجورو الكبار ما بيضطروا يعملوا هيك لانه بيعرفوا يحموا حالهم. بس نحن بنعمل هيك لانه اذا انت عندك باد انرجي انا ما باخذها. بتحمي يعني. بس جست تحميك ولانت تلقط كل الطاقه اللي جواتك. يعني شوي شوي بصير تعلم تلقط الطاقه. اوكي. هلا بدنا نشوف النفس قد ايه فينا نحفظه جوا. مين اكثر؟ اوكي. مين اكثر؟ مباريات صارت. يلا. استسلم من شديقتين. اكيد ما بيقدر، اكيد ما نسويه. لا صار لي شيء، بلا صار لي شيء 10 ثواني اكثر. اوكي، رح نبلش نعمل شيء ثاني. يلا. طنط اوبن. في ضيف. الساعة 4 الفجر. اوكي. اكل؟ اوكي. شو بنعمل؟ بده ياكل جمال، بنصور بده ياكل. شو استاذ؟ لا
إذا بس تعلمنا كيف ناخد نفس نفوته لجوا نحبسه، يعني تعلمنا كيف نمرر من الرواية إنه يعرفوا يتنفسوا صح بالمرحلة الأولى، وإذا عرفنا نقعد لما نقعد هيك قعدة عرب، قعدة الإنسان الأول اللي كان صالح مع الطبيعة ومع الأرض، وكان كان صديق الأرض، يعني صديق الطبيعة، ما كان عدوة مثل هلأ أسانسير ودراج وما بعرف شو. إذا بنعرف نقعد هيك بنعرف نتنفس صح، بنكون أخذنا أول خطوتين على الطريق الصح بكل شيء بحياتنا. مثلا انا لاني مدرب منيح من اول، يعني من زمان كتير، من اول طلعت كنت كتير متاثره ب كمال جملات مفكر وفيلسوف لبناني، كنت دائما اسال شو، ما كان في شيء اسمه مديتيشن، كان في شيء اسمه يوغا، وبلشت اروح على الهند واعمل قراءات ودراسات، مش انه يعني هيك لحقته لقده كيف ما كان. وأنا صحيت من أمراض كتير، مش يعني أنه أمراض، أنه صحيت من كتير إشياء بالحياة بالميديتيشن. وإذا بدكم الوقت اللي كان الطبيب بعد ما حاولت قتلي وصف لي أن قروية أعصاب، يعني صرت مختلة، صرت أمشي، صرت 35 كيلو ومش قادرة أركز لا بالمشي ولا بالشي، لأنه كانت الضربات على رأسي، فعملت لي ضربات إلى ما أذن ما بعد الوسطى شيء، يعني الحكي كله. فطبيعي كان لازم يعطوني يعالجوني بالدواء المسمى، رفضت وتعالجت هيك بالهند بالمعبر. بس بتذكر بتذكر انه بتذكر بهن عطوني غرفة لحالي سويت، قد ما كرموني هونيك 100,000 كان وقت اللي رحت، 100,000 شو؟ كانوا 100,000 جايين مثل حجة. بس انا عملوا لي هيك سبيشال وفور فري، ما بدفع. كنت اخدي معي المبرد وال لانه بدهم بضفيري، اهم شيء ضفيري، يعني كل شيء بتحتاجه الست، لانه قد ما حتي ما حتى الاكل بتروح عليه تخيل. فهنيك فهمت انه هودي مش للاستعمال بالهند، تصير الحياه كل شيء غير، كل شيء غير، يعني حتى لو يعني نحس انه هني برات منطق برات كل شيء اسمه منطق الغنوسي الإكلادور ده. مهم صرت استخدم المبرد اكتب فيه على الحيط بالليل والإكلادور كنت لون فيه الكلمات، يعني بدل ما اسوي ضفيري صرت اكتب على الحيط. شو كتبتي؟ اكيد تركينه هني انه لا ما بتذكر شو يخطر على بالي، صرت اكتب الله ساعدني يا رب، ما بعرف ما كتبت اكيد قصيده الشعر، انه كنت عم ناجي ربي، بس هالقد كنت عم بحفر بالحياه بالمبرد والاكلادور. كان في اصرار بيعمل العجيب. ثانك يو، سنلتقيكم مره ثانيه قريبا. كان معكم كيم كارديشيان. يوميات جد، يوميات مدام بيضل احمد يوميات على مرعب. كل يوم بدنا نعمل هيك، يلا كل يوم نعمل جلسه. طب ايه لا ما بصار، شو بتفرق؟ عطول جاهزين. اوكي يلا، سي يو، باي باي.